كيف تعمل العين البشرية؟ تعد العين من الأعضاء البشرية الحساسة في جسم الإنسان، فهي تقوم بمهمة الإبصار، وهذه المهمة ضرورية جداً من أجل الاستمرار في الحياة بصفة طبيعية. خلق الله هذه العين بطريقة تكيفت مع الوظيفة المناطة بها، وتحتاج إلى الاهتمام والمحافظة عليها للمحافظة على نعمة البصر. فعلى الرغم من أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياته من دون القدرة على الإبصار، إلا أن حياته تكون ناقصة بشكل كبير. نظراً إلى تطور الأجهزة والأدوات، استطاع الإنسان الوصول إلى تركيب العين والتعرف إلى طريقة عملها بشكل دقيق، وبناءً على ذلك استطاع اختراع الكاميرا، حيث أن مبدأ عمل العين مشابه لمبدأ عمل عدسة الكاميرا. تركيب العين: تحيط بالعين عدة طبقات من الخارج إلى الداخل، وهي الطبقة الصلبة، هي عبارة عن طبقة بيضاء غير شفافة تقوم بمهمة حماية العين وتغطي معظم العين باستثناء الجزء الأمامي منها. المشيمة، وهي الطبقة التي تحمل الأوعية الدموية المسؤولة عن تأمين الغذاء والأكسجين للعين. الشبكية، هي الطبقة الداخلية التي تغطي ثلثي الكرة العينية وتحتوي على مستقبلات الضوء. يمكن تقسيم العين من الأمام إلى القرنية، وهي الجزء الشفاف من العين التي تستقبل الضوء. الغرفة الأمامية، هي المنطقة التي تقع خلف القرنية مباشرة وتحمل سائلاً يساعد على تغذية القرنية. القزحية، هي الطبقة الملونة المسؤولة عن إعطاء العين لونها الظاهر. العدسة، هي عبارة عن جسم دائري يساعد على تركيز الضوء ومن ثم إسقاطه على الشبكية. وهناك العضلات الهدبية المسؤولة عن تقعر وتحدب العدسة. الجسم الزجاجي، وهي الجزء الذي يحتوي على سائل هلمي شفاف يملأ العين ويتحكم بضغط العين ويحافظ على شكلها الكروي. العصب البصري، هو المسؤول عن نقل المعلومات من وإلى الدماغ. عمل العين، يرى الإنسان الأشياء بسبب انعكاس الضوء منها على العين، حيث تستقبل القرنية الضوء ويتحكم البؤبؤ في حجم الضوء الداخل، حيث يتسع في الظلام ليستطيع تجميع أكبر قدر من الضوء، بينما يضيق في الضوء الساطع للتقليل من الضوء الداخل. ثم يسقط هذا الضوء على العدسة، وبعدها ينفذ إلى الشبكية، وتمتلك الشبكية ملايين الخلايا العصبية الدقيقة الحساسة للضوء، حيث توفر هذه الخلايا الرؤية الحادة في الضوء الساطع وتكتشف الألوان والتفاصيل، كما أنها المسؤولة عن الرؤية المحيطية أو الجانبية للعين، وتحول أشعة الضوء إلى نبضات كهربائية ينقلها العصب البصري إلى المخ، وهناك يتم تحليل البيانات والخروج بالصور، ومن ثم تتم العملية العكسية التي ينقل فيها العصب البصري الصورة إلى العين. الأمراض التي تصيب العين: هناك مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تصيب العين أو بعض أجزاء العين، مما يؤثر في وظيفتها، وبالتالي عدم إتمام عملية الإبصار بشكل صحيح وسليم وطبيعي. ومن هذه الأمراض: متلازمة العين الجافة، ويحدث هذا المرض نتيجة بعض الأدوية التي تؤثر على العين، يؤدي إلى جعل العين جافة لا يوجد بها دموع أو قنوات دمعية، ويؤدي هذا الشعور بألم في العين مع الرؤية الضبابية الغير واضحة. انفصال الشبكية أو تمزق الشبكية من إحدى الأمراض التي تصيب العين، ويتم ذلك من خلال انفصال الشبكية عن الجزء الخلفي لعضو العين، وتؤدي إلى فقدان الرؤية، حيث يحدث بشكل طارئ ومفاجئ. اعتلال الشبكة السكري، يحدث بسبب وجود خلل أو تلف في الأوعية الدموية في العين،
ويحدث نتيجة الإصابة بمرض السكري، مما يجعل المريض يرى بقعا غامقة أو داكنة أمامه، وفي النهاية يمكن أن يؤدي إلى العمى. الحول، ويحدث ذلك نتيجة نمو غير المكتمل لأجزاء العين ووظيفتها، وبالتالي يلجأ الدماغ إلى الانفصال عن العين لتتم الرؤية بشكل أوضح. الضمور البقعي، وهو مرض مرتبط بالعمر، فيكثر وينتشر لدى الذين تزيد أعمارهم عن عمر 60، ويحدث نتيجة حدوث ضمور أو تلف في خلايا البقعة. الحفاظ على صحة العين، بعد معرفة ما هي أجزاء العين ومعرفة وظيفتها الهامة وضروريتها للحياة، لابد أن نتعرف على مجموعة من النصائح التي تحافظ على صحة العين، ومنها الاهتمام بتناول الأطعمة والمأكولات الغنية بفيتامين إي وأوميجا 3 وفيتامين سي واللوتين والزنك، تجنب التدخين حيث يؤدي إلى الإصابة بإعتام العدسة وضمور البقعي، الحرص على ارتداء النظارات الواقية للشمس أثناء الخروج في النهار، وذلك حفاظاً على العين من أشعة الشمس. في حالة التعامل مع مواد خطرة أو كيميائية، لابد من ارتداء نظارات السلامة والتي تحمي العين من أي أشياء متناثرة قد تصيب العين. تقليل وقت التعرض للتلفزيون أو الهواتف للحفاظ على النظر. في حالة الإصابة بضعف النظر، يجب الاهتمام بارتداء النظارة الطبية حتى لا يضعف النظر أكثر.